بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالك اليوم حكمنا لكم سيد بشير شوية. زغبة. مش بزاف. أستاذ مخضرمة. إيه قول لي. سيد بشير. أنت اللي راح تعثر والله هو. لا أنت يطرح له أسئلة. لا ما نطرحش أنا. قول. أنا نعتز به. سيد بشير أنا خدمنا يقتلني. كأستاذ أدب عربي. انت خريج من جامعه تيزي وزو معمر تيزي وزو وتخرج الادب العربي. شكون كانوا قروا في الجامعه مثلا؟ مش شائعين مثلا. مش شائعين كان اسم مش العربي. تخيل هذا كان درت مع حوار هذاك وراي درت مع حوار حوار هكذا. جا المكتب الرئيسي وقلت في الدائره الاضيق هل تستعمل العربيه؟ قال له لا ما نستعمل العربيه لانهم قبائل. قال لي في الاسره تاعنا نهضروا بالقبائليه رغم انه هو هكتو ويشجع استعمال العربيه وكلش، ولكن في الدائره الاضيق كل واحد يدبر راسه. اذا هذا وزيد كان رايي في ورايو ورايو سعيد بن طاجي. وش من اعوام هادو؟ تخرج 85 تخرج 90 ليه؟ خليني نحكي لك عليه. روح روح. هذا استاذنا الكبير يعني البشير زغب هذا نعتز به. راه انسان عصامي راه روحه بروحه صحيح. يعني توخر شويه يعني الاطوار التعليميه حركت كلش. لا هو الاطوار التعليميه بدها بالتدرج من التعليم الابتدائي. وين كان يقري في الابتدائي؟ تيزي وزو. ثانية تيزي وزو. انت وجدك تيزي وزو كنت عايش تما؟ مكتوب ربي ها في الاسرة. في الاسرة كنت عايشين تما وحدك؟ راحوا منا طلعوا يقريوا. كانوا بزاف تاع مسيلات قالوا لي كانوا يتهلاو فيكم في البدايه هكذا ويهدوكم حتى الماكله باش تقروا لهم ولادهم ولا تقروها. زيد سعد بشير وين قريت في تيزي وزو بزاف؟ اي تغريب لا وين؟ تيزي غنيت التلاميذ نتاعك لا مبينين روك على الساعه يعني كاين شي ناس هكذا راه قريت فاتوا عندك تما. النتيجة اللي يهضروا شاك فوا كاين اخرين بيشكوا في النتيجة تاعهم. انت رايك قريت التلفزيون بزاف رايك يشك في الانسان اللي ما يقريش كيما هما اللي ما يعرفش يعني كيفاه يعني النتيجة في رايك راها انا عيبان بلي راها صحيحة 100%. انا قريت الميت وجبت الاساتذه تاع التلفزيون وشفت المدرسه كيفاش شفت والاولياء كيف يهتموا شوي بزاف. هنا انا نقول لك قول لي شوف مثلا هنايا الاساتذه يقول للتلاميذ يقول لهم اروحوا للكويت ما يجيبوش تلاميذ للكويت. إذا كان كاين أستاذ ثانوية يحل ثلاث تمارين في الرياضيات ولا في الفيزياء ولا في العلوم في الدرس من حتى ثلاثة أربعة تمارين. هنايا لا يدير لهم محاضرات كيما الجامعة بدون تطوير يقول لهم روحوا. زيد ما رجعوا ليك يا أستاذ. هنايا هنايا الأستاذ تاع الرياضيات الأستاذ تاع الأستاذ تاع العلوم يقول لهم التاريخ والجغرافيا والعلميين والآداب والفرنسية والإنجليزية يقول لهم هذه مواد بلاستيكية صح الميت والتلميذ يتبع معاك يقرا يحضروا كاملين في الأدب في الآخر يحضر معاك ويحط معاك. ما فهمتش معناها بلاستيكية. بلاستيكية ما تقراوهاش ما تعرفهاش ما تعرفهاش باش تقصير تاع اللي راهم يطريوا ولا مش معناها مادة بلاستيك. هما يقولوا أنا عرفتها هنايا تم التلميذ الفرنسية والإنجليزية العلمية. هنا كنت تروح تشوف دلتا تاع التلميذ العلمي
نقول هذا أدبي. إيه. كلش من ده. تقدر بعض يعني 16 إنجليزية 16 أدب 16 تاريخ الجغرافيا 16 تجي تشوف العلوم الرياضية كلها عندي 10 إذا أنت في تيزي وزوي درت الابتدائي كيفاش معايا القريب؟ ابتدائي والله ابتدائي ومتوسط ثاني قريته وثانوي وقدها قريته ثم ثم في تيزي وزوي وين الثانوية؟ وين متفاعل عنه الأساتذة إذا أصحابه تم؟ أوه خرجوا التقاعد بزاف خرجوا التقاعد كامل واحد والله زوج برا نديروا ليلة فار برا كاين إسماعيل يوسف كاين عياش هي كانت المعيشة ثم بين الأساتذة فرق ما بين ثميت وهم أوي بعد الثانوي قلت 6 سنين ثم ومن بعد جيت هنا التميمي والله لمن وين جيت بالله؟ العوايد عثمان عثمان قلتها لما الثانوي جيتها قريب عشر سنين واثنين ذلك خشيت الجامعة تقرأ ولا ها؟ لا أنا والا ما يشوفها جيت من هي جزاء أخذت الماجستير إيه الله يبارك باك تاع كل شيء جبتو جبت باك واحد هو إيه الله يبارك باك أدر أدر ها هو بعد امتحنت مش من الجامعة تيجي وزي كم قريت فيها بالله قريت ربعة وربعة الماجستير بس ها هم بعد وذكرك قريت في الجامعة تاع مهندس مدير والله وش قريت أدب أدب بدأ نعم بك عندك 20 سنة كنت ما جاء طالب يعني يستاهل ما يكون يقرا الادب ولا ما جات تميز يعني يقدر يكون ماسة هكذا في سماع الادب ولا اذكر لي اسم زوج كاش واحد عنده انتاج ادبي ولا ولا قريت لهم عنده انتاج ولا كاينين هاد الوقت راهم اساتذة في الجامعة الاساتذة الاولى والثانية تاع الادب اغلبية تاعهم راهم اساتذة لو كان نطلب منك طلب وهو الاخر ممكن عبد الملك شويس يطلب منك كلمة الناس تجي وزو بالقبيلية ايوه حصلتك أي روح قول لهم لا لا ويتبعونا روح كيف تحوز تحصلني دين عصرك بالعكس بيقول اليوم قبيلي ايه قول لي ما بركة اقرا حصلت كيف ما حبيت تقول ايه تحصلني لا كريمة تحية سيدي انا بكرة متسابش وشوف كذا وكان ما تقولش تحصلت دفوة ولادي كاملين يتكلموا قبيلي ولادي في الدار ايه امهم تهدر قبيلي تتكلم بالعربية ايه عادي سمى في الدائرة الابية قمت ثاني ايه قول لي بيش تازوش جبنا سيدي ايه من ناحية تبقى عند مالك سؤال كيش ما عندك ليه قال انا كيشوف البشير نحشم وش يقول لك بالضبط
ابن عمومه يعني ولد عمي. وكنت تعرف عمر ولا غير كي جلال؟ لا يا بشير انا نتذكر حتى سنة الزفاف نتاع وسيدي، نتذكر حتى السيارة بيضة السونكات كان فيها الورد، أنا طفل صغير هو مرات في سيارة فيها الورد. أيوا. لكن نروحوا لسي عبد اللطيف، عبد اللطيف هو جاب. عنده فضل كبير على قسم اللغة والأدب العربي في جامعة مصر. تترك الهيكلة، تترك البناء، تترك نقول حتى التأسيس. هذا القسم يعود الفضل البشير الزغبط. فكرة هذه شهادة جميل يعني. شهادة يعني الزملاء كل زملاء يشهدوا لي أن فترة أحسن تسيير كان في عهد الزغبط. وأنت دوكا مش تقول لك كلمة القبيلية يعني. أنا شتي التحية باش. أزول ولا نزول. أزول ولا رشيد. هذه قصر انتها عربي كانت انا استذكرت قصر انتها اهول بمعنى اهلا وسهلا معليك وراني كلمة عربية ايا السلام عليكم العربية أي واحد أزل أزل هو النهار أزل أزل نهار يعني نهار طيب لا لا بليه كمل النهار موش اليوم النهار يعني مش الشمس ها بعد اشتق منها نهار كأسعد بالفرنسية أو ثاني بالفرنسية بونجور 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 أزل أزل أعقل لك كلمة فرنسية بطريقة غير مباشرة كنا كل عام وانتم بخير أسقيس مرقاز أسقيس مرقاز أسقيس مرقاز أسقيس مرقاز أسقيس مرقاز